بسم الله الرحمن الرحيم. سئل أحد السلف لماذا سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين؟ انظر ماذا أجاب. فقال: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بخير الرازقين لأن الله عز وجل يرزق الكافر، يرزق الكافر من نعم الله عز وجل ويجعله يتقلب في نعم الله صباح مساء. لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المنافق ويجعله يتقلب في نعم الله جل وعلا صباح مساء. من أجل ذلك سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين. الله جل وعلا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ربنا يا ربنا.